الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، جاهد بنفسه وجاهد بماله وجاهد بدعوته، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الجمعة 26 من شهر ربيع الآخر، عام 2021، يتحدث إلى إخواني، قل المدينة أنت. نحن من المدينة، نحن من مدينة برمنهام في بريطانيا. أي أتحدث إليهم بحديث عبر الهاتف، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يلقى آذانا واعية وقلوبا صاغية وأن ينفع به. أيها الإخوة، في تلك البلاد البعيدة المائجة الهائجة للأفكار الرديئة والعقائد الباطلة، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اجتمعوا على كلمة الحق ولا تأخذوا عنها بديلا، لا تنازعوا في دين الله ولا تتفرقوا فيه كما أمركم الله عز وجل، فقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إن التفرق في دين الله خذلان للدين وإذلال للمؤمنين وسبب للفشل وذهاب الريح وشماتة الأعداء. أيها الإخوة المسلمون، اجتمعوا على دين الله في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، في المعاملة، في كل شيء بقدر المستطاع، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وإنني لا أقول اتفقوا على رأي واحد لأن هذا غير ممكن، فلا بد من خلاف، ولكن اتفقوا على منهج واحد لا يشذ بعضكم عن بعض حتى وإن اختلفتم في الرأي. فها هم الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في الرأي لكن المنهج واحد والأمة واحدة. لقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في أمر من أكبر الأمور، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين رجع من غزوة الأحزاب أتاه جبريل عليه السلام وأمره أن يخرج إلى بني قريظة اليهود آخر قبيلة في المدينة لأنهم نقضوا العهد، أمرهم أن يخرجوا إلى بني قريظة فيقاتلوهم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فخرجوا فأدركتهم صلاة العصر، فاختلفوا عند ذلك هل يصلون صلاة العصر في وقتها قبل الوصول إلى بني قريظة، أو يصلون
الصلاة عن وقتها حتى يصلوا إلى بني قريظة. فمنهم من صلى في الوقت قبل الوصول إلى بني قريظة، ومنهم من أخر حتى وصل إلى بني قريظة وصلى بعد الوقت. وهذا اختلاف في صلاة العصر، وهي من أفضل الصلوات، بل هي أفضل الصلوات. ولم يعنف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحدا منهم، لأن هذا صادم عن اجتهاد. من أصاب فيه فله أجران، ومن أخطأ فله أجر. أيها الإخوة المسلمون، ولا سيما في بلاد الكفر، اجتمعوا على دين الله، لا تشمتوا أعداء الله بكم، لا تجعلوا رموزا من الرجال توالون من والاهم وتعادون من عاداهم، فإن ذلك غلط محض، لأن الرجال يخطئون ويصيبون. لكن اجعلوا هدفكم الحق، واقبلوه من كل قائل به، وردوا الباطل من أي إنسان قال به. ألم تروا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استحفظ أبا هريرة رضي الله عنه على صدقة الفطر، وفي ليلة من الليالي أتى شخص بصورة إنسان فجعل يأكل من الطعام، فأمسكه أبو هريرة فادعى ذلك الشخص أنه ذو حاجة وعيال، فرق له أبو هريرة وأطلقه. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، ادعى أنه ذو حاجة وعيال فأطلقته. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه كذبك وسيرد. كذبك يعني أخبرك بالكذب وسيعود. قال أبو هريرة: فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيعود. فراقبه تلك الليلة الثانية، فجاء وأخذ من الطعام وادعى أنه ذو حاجة وعيال، فأطلقه أبو هريرة. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال وسيعود لم يقل ولا تطلق. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: إنه ادعى أنه ذو حاجة وعيال فأطلقته. فقال: إنه كذبك وسيعود. فلما عاد في الليلة الثالثة وادعى أنه ذو حاجة وعيال، قال له أبو هريرة: لا أتركك حتى أبلغك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني حتى أتيك به، يعني حتى أتيه بك. فقال له هذا الشخص: ألا أدلك على آية من كتاب الله؟ إذا قرأتها في ليلة لن يزل عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فذكر له آية الكرسي. فلما أصبح أبو هريرة أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما وقع، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدقك وهو كذوب. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحق، وهو أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يدر عليه إن الله حاضر ولا يقربه الشيطان حتى يصبح، مع أن هذا صدر من الشيطان. ولما قال المشركون إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا، إذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فقال الله عز وجل: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وسكت عن قولهم: وجدنا عليها آباءنا، لأنه حق، فأقره.
ولما جاء حبر من اليهود أي من علماء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وذكر بقية الحديث ضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه دخل الحق من يهودي. أيها الإخوة ليس لنا الحق فضلا أن يكون علينا أن نجعل رموزا معينة نوالي من والاها والمعادي من عاداها ولو كان لها المعادي على حق. وهذه الظاهرة التي بدت في الشباب اليوم ظاهرة سيئة يجب القضاء عليها في مهدها وأن يكون رائد الجميع الحق من أي شخص كان وأن يكون مردود الجميع الباطل من أي شخص كان. أيها الإخوة أيها الشباب أدعوكم أولا إلى إصلاح أحوالكم بتقوى الله عز وجل والتزام طاعته والبعد عن مناهيه والتخلق بالأخلاق الحسنى من البشاشة وطلاقة الوجه وسماحة النفس والإحسان إلى الغير وغير ذلك من الصفات الحميدة. ثم أدعوكم إلى دعوة الخلق للحق أدعوكم إلى دعوة الخلق للحق ولكن بالتي هي أحسن بالإقناع بالأدلة الشرعية والأدلة العقلية. فالأدلة الشرعية هي كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن القيم رحمه الله في النورية العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. وبالأدلة العقلية المقنعة لأن من لا يؤمن بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة يمكن أن يؤمن بالأدلة العقلية ثم يدخل في دين الإسلام مقتنعا به. وإنني أدعوكم أيها الإخوة الدعاء إلى الله أن لا تدخلوا في أمر لا تعرفون كيف تخرجون منه لأن ذلك فشل لكم. وخذلان لما تدعون إليه لا تجادلوا إلا في أمر تعرفون كيف تخرجون منه حتى تتمكنوا من السيطرة على المجال. واحرصوا غاية الحرص أن لا يكون أول دعوتكم أن تسبوا ما هم عليه من الدين والعقيدة لأن هذا يوجب تنفيرهم وإبعادهم عن الحق. ولهذا قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يفعلون أو بما كانوا يعملون النسيان مني. أيها الشباب المسلم أدعوكم إلى احترام الآخرين الذين لهم حق الاحترام ممن بينكم وبينهم عهد فإن البلاد التي أنتم فيها بينكم وبينهم عهد ولولا ذلك لقتلوكم أو أخرجوكم فاحفظوا هذا العهد
ولا تغدروا فيه، فإن الغدر من آيات المنافقين وليس من سبيل المؤمنين. واعلموا أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. لا تغتروا بأقوال السفهاء الذين يقولون هؤلاء كفار فأموالهم حلال لنا، فإن هذا والله كذب، كذب في دين الله وكذب في المجتمعات الإنسانية. كيف نقول إنه يجوز الغدر مع قوم بيننا وبينهم ميثاق؟ أيها الأخوة، أيها الشباب، أيها المسلمون، كونوا صادقين في البيع والشراء والتأجير والاستئجار وجميع المعاملات، فإن الصدق من صفات المؤمنين، وقد أمر الله تعالى بالصدق في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وحث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصدق فقال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى جنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وحذر من الكذب فقال: وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أيها الإخوة المسلمون، أيها الشباب، اصدقوا القول مع إخوانكم ومع من تعيشون معهم من الكفار حتى تكونوا بذلك دعاة إلى الدين الإسلامي بالفعل والواقع. وما أكثر الذين دخلوا في دين الإسلام في أول الإسلام من أجل أخلاق المسلمين وصدقهم وصدق معاملتهم. وجربوا تجدوا، أيها الشباب المسلم، لا تغتر بما تشاهده من زهد الدنيا وزينتها، فإن الله تعالى قال لرسوله: ولا تمدن عيناك إلى ما متنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولا تمدن عينيك إلى ما متنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لا تغتروا في الدنيا فإنها غدارة، ما أسرع ما يندم من قدمها على الآخرة. أحسنوا كما أحسن الله إليكم ولا تنسوا نصيبكم من الدنيا، لكن لا تقدموها على الآخرة. أيها الشباب المسلم، أقيموا الصلاة جماعة ما استطعتم، فإن صلاة جماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. ولا تتهاون في صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أن يحرق بيوت أقوام يتخلفون عن الجماعة. اللهم إلا أن يكون الإنسان عذر كوعد المكان وخوف فوات الدرس الذي لا يحصل إلا بهذا الوقت وما أشبه ذلك. أخيرا أوصيكم تقوى الله عز وجل التي يدخل فيها ما ذكرناه من التفصيل،
قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن الله ما في السماوات وما في الأرض. أسأل الله لي ولكم الثبات على دين الله والوفاة عليه، وأن يحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وإلى الأسئلة إذا كان لديكم أسئلة. جزاك الله خير يا شيخ على ما نفعتنا بهذا، جزاك الله خير. السؤال الأول يا شيخ حفظك الله، هل كنت تذكر لنا الكتب التي طالب العلم يدرسها في الغرب؟ أولها كتاب الله عز وجل، يحفظه ويتدبر معناه ويعمل به. ثانيها ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كعمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، وبلوغ المرام لابن حجر العسقلاني، ثم كتب التوحيد مثل كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ثم كتب العقيدة مثل العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم كتب الفقه كزاد المستقنع اختصار المقنع، أما كتب العربية فالأجرمية للمبتدئين وألفية ابن مالك للمنتهين. يا شيخ، هنا في هذا البلد في كثير فرق، فرق ضالة تدعو إلى منهجها على منهجها، وهناك الصوفيين والشيعة وأناس يكفرون المسلمين والحكام، فيا شيخ كيف تنصحنا معاملة هؤلاء؟ أولا البعد عن طريقتي وعدم الركون إلى أقوالهم، وعدم الجلوس معهم في هذه الحال. ثانيا أن تدرسوا معهم عليه من الضلال وتكسبوا ما يقابله من الحق، ولكن يكون الرد بهدوء لا بانفعال. وإذا كان الحق معكم وقلتموه بنصح وإصرار، فإن الله يقول في كتابه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فتأمل هذه الكلمات العظيمة: نقذف بالحق أي نرمي بشدة على الباطل فيدمغه فيصل إلى أم دماغه من رأسه فإذا هو زاهق ميت بالحال. ولكن هذا الحق يحتاج إلى محق، أي إلى من يقول به بصدق وإخلاص يريد بذلك إعلاء كلمة الله. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن رجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهكذا يقال في العلم: من جادل في العلم من أجل أن يعلو قوله على قول غيره، أو لأنه جدلي يحب المجادلة، أو ليرأي الناس، فإن ذلك لا ينصر وليس جداله في سبيل الله. فعليك يا أخي بإخلاص النية وإدراك الآلة التي تقاتل بها ومعرفة ما هي حجة خصمك قبل أن ترد عليه. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين من أي فرقة، وأن يهديهم صراطهم المستقيم، وأن تكون الأمة الإسلامية أمة واحدة على دين الله على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. نعم.
يا شيخ في بعض الناس يقولون أن الجهاد لا يحتاج إلى إمام، لا يحتاج إلى إمام، فما هو الجواب عن هذا؟ أما جهاد الدفاع فنعم، يعني لو هجم على البلد عدو وجب على أهل البلد أن يدافعوا. وأما جهاد الطلب فهذا لا بد فيه من إمام، لا بد من إمام لا يكون له الأمر والسلطة، سواء كان إماما عاما أو إماما في منطقته. يا شيخ ما هي أهمية طلبة العلم؟ نعم، ما هي أهمية طلبة العلم؟ ما هي أهميتهم؟ نعم، يعني طلب العلم، يعني ممكن تذكر لنا يعني أمور لكي تنصحنا في طلبة العلم؟ أولا إخلاص الطلب لله عز وجل، بأن لا يريد الإنسان بطلب العلم أن يجاري العلماء أو يماري السفهاء، وإنما يريد بذلك وجه الله والدار الآخرة، يريد بذلك امتثال أمر الله، لأن الله تعالى أمر بالعلم، فقال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقال تعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، والآيات في الأمر بالعلم متعددة. فينوي بطلب العلم امتثال أمر الله ليكون طلبه للعلم عبادة. ثانيا أن ينوي بذلك حفظ الشريعة، لأن الشريعة محفوظة إما في صدور أهل العلم وإما في كتب أهل العلم، والشريعة لا تحفظ إلا برجالها. وأن ينوي بذلك أي بطلب العلم الدفاع عن الشريعة، أي دفاع المعتدي عليها. لأنه إذا لم يكن رجال يدافعون عن الشريعة ارتهنها أهل الباطل. لو أن رجلا من أهل البدع قام يتكلم في مجلس يؤيد بدعته وليس عنده رجل عالم بشريعة الله، فاغتر به الحاضرون. فإذا كان عنده من يرد بدعته بالدليل الشرعي والعقلي اندحرت حجته. وأن يعمل بما علم، فإن ثمرة العلم العمل به، فلو علم وعلم وعلم ولكن لم يعمل كان الجاهل خيرا منه، وكان علمه وبالا عليه، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وإذا لم يعمل الإنسان بعلمه أوشك أن يسلب العلم وأن ينتزع من صدره، كما قال عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فمفهومه أن الذين لم يهتدوا لا يزيدهم الله علما بل يسلب العلم منهم، كما قال عز وجل فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبا قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وقد قيل العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. ومن عمل بما علم ورثه الله تعالى علم ما لم يكن يعلم. واحرص أيها الأخ الطالب للعلم أن يظهر أثر العلم عليك في عباداتك وأخلاقك ومعاملاتك، حتى تكون معلما للناس باللسان والأركان،
فإن الناس إذا رأوا من طالب العلم أنه يعمل بعلمه وثقوا به وصدقوه، وإذا كان لا يعمل بعلمه لم يثقوا به ولم يصدقوه. وليحذر الطالب للعلم، وليحذر الطالب للعلم، وليحذر الطالب للعلم من التسرع في الفتوى، فإن كثيرا من طلبة العلم الصغار صدروا أنفسهم للفتوى حتى ظنوا أنهم من العلماء الكبار، فحصل بذلك الغرور والإعجاب والضلال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يقال ما أفسدت الخلق إلا أربعة، ما أفسدت الدنيا إلا أربعة: نصف متكلم، ونصف فقيه، ونصف طبيب، ونصف نحو. فنصف المتكلم أفسد الأديان، ونصف الفقيه أفسد البلدان، ونصف الطبيب أفسد الأبدان، ونصف النحو أفسد اللسان. احذر أيها الأخ المسلم، احذر من التسرع في الفتوى، لا تدخل نفسك النار وغيرها، لا تخف ما ليس لك به علم، وتذكر قول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يا شيخ، كيف نعرف من هم العلماء في هذا الزمن؟ نعم، نعرف ذلك بأقوالهم من محاضرات وخطب وبمؤلفاتهم وبرجوع الناس إليهم. وبأنهم لا يتتبعون الغرائب من أقوال العلماء حتى يبدوها للناس وكأنما يقولون خالص لتذكر. نعم يا شيخ، هناك بعض الناس، بعض الإخوة كانوا معنا ولكنهم تعاونون مع الجامعات الحزبية، فكيف نتعامل مع هؤلاء ونحن قد نصحناهم؟ إذا نصحتموهم وأديتم الواجب عليكم فما على الرسول إلا بلا. نعم، any other questions؟ يا شيخ، من هم العلماء في هذا الزمن لتنصحنا بقراءة كتبهم وكتبهم وسماع إليهم؟ لا أستطيع أن أعين أحدا، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والحي لا تؤمن عليه الفتنة، يا شيخ. نعم، ممكن تقول لنا كلمة عن الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ ناصر بن الألباني رحمهم الله الذين توفوا السنة الماضية؟ أقول إنهما علمان من أعلام الأمة الإسلامية بالحديث والدعوة إلى الله ومقارعة أهل البدع. وأعرف عنهم أنهم من أجل العلماء قدرا، وأوسعهم فقها، وإن كان أحدهما أفقه من الآخر لكن كلاهما فيه خير. نعم يا شيخ، في بعض الناس يتكلمون عن مشايخ هناك عندكم في السعودية مثل الشيخ ربيع المهادي وبعض المشايخ،
في مدينة نبوية، فماذا تقول لهؤلاء الذين يتكلمون في شيوخنا مشايخنا؟ أقول الواجب عليهم أن يكفوا أسنتهم عن عوام المسلمين، فكيف عن علمائهم؟ وإذا كانت غيبة الرجل العامي من كبائر الذنوب، فغيبة العالم أكبر وأكبر، لأن غيبة العالم لا تقتصر على نقص ميزانه بين العامة، بل تمتد إلى ترك الأخذ بما يقوله من شريعة الله، فيشهد الناس فيه وفي أقواله مع أنها من شريعة الله، يعني أي مبنية على شريعة الله. فغيبة العلماء كبيرة عظيمة، يضاعف العقوبة والعياذ بالله على هؤلاء أن يكفوا ألسنتهم عن سب العلماء والقدح بهم، وأن يقولوا كلمة الحق في الأقوال لا في الرجال. نعم الشيخ، بالنسبة لمسألة الكفر والتكفير، يعني هناك أنا سمعتك أنك قلت مرة أن لازم يرتبط العلم والقصد، حتى إذا كان التكفير يعني تكفير الإنسان يكون يعني لا لازم يكون نعم هذا مرتبط. نعم لابد أن يكون مريدا لما يقول، ولذلك لم يكفر الرجل الذي قال حين وجد ناقته وعليها طعامه وشرابه، لم يكفر حين قال اللهم أنت عبدي وأنا رب، لأنه أخطأ. ولا يكفر المكره على الكفر، لأنه مكره غير قاصد. أما من قصد ما يقول ولو كان هازلا فإنه يكفر، ولذلك نكفر الهازل إذا أتى بما يكفر، حتى لو قال إنه هازل نقول أنت الآن كفرت فتب إلى الله، لا والجبهة مفتوح. نعم جزاك الله خير يا شيخ بما نفعتنا بهذا، ونتمنى لك التوفيق، تدعو لنا يا شيخ لأننا نحبك في الله. بارك الله فيكم ونفعني وإياكم بما علمنا، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير، السلام عليكم. نعم السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. نعم يا شيخ جزاك الله خير على ما فضلتنا به. يا أخي يختم اللقاء، يختم اللقاء. نعم جزاك الله خير يا شيخ، نحن نشكرك على ما فضلتنا به، وإلى إن شاء الله مرة أخرى نتصل بك إن شاء الله تعالى. طيب والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله، أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. Mention of the lecture of the noble Sheikh Al-Allama Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen Hafidhullah Ta'ala. The Sheikh began Jazakallahu khair. Can I just ask the brothers, those of you who are at the back, that if you gather together so that there's not separation between yourselves, and that you are sitting next to your noble brothers, inshallah. So gather together to listen to the translation of the words of the greatest scholar alive today, Hafidhullah. The Shaykh said, all praise is due to Allah. We praise Him, we seek His aid, and we seek it when we ask for His forgiveness. We seek refuge
from the evils of ourselves and from the evils of our souls and from the evil consequences of our actions. Whomsoever Allah guides, there is none to misguide, and whomsoever Allah misguides, there is none to guide him. I bear witness that there is nothing which has a right to be worshipped except Allah alone, having no partner. And I bear witness that Muhammad is his slave and his messenger, and his chosen beloved, his Khalil, and the trustworthy conveyor of his revelation. Allah sent him before the last hour as a bringer of good tidings, and a warner, and a caller to Allah, by his permission as a shining lamp. So he conveyed the revelation and fulfilled his trust and sincerely advised the Ummah and strove and fought fully for Allah's sake. He sallallahu alayhi wa sallam fought for him, strove and fought for himself and did so with his wealth and with his call right up until death came unto him. So may Allah extol and bless him sallallahu alayhi wa sallam with peace and security, and likewise his family and his true followers and his companions and whoever follows them up until the day of resurrection. To proceed, then on this night, the Shaykh continues, on this night, the night prior to Yawm al-Jum'ah, or the Friday, the 26th day of Rabiul Akhir, of the year 1421, I speak to my brothers. And the Shaykh asks, in which city are you? And the brother replied, we are in Birmingham, in Great Britain. So the Shaykh said, fine, I speak to them via the telephone, hoping that my words are met with attentive ears, heedful hearts, and that Allah causes this to be of benefit. O my brothers, in that distant land which is filled with wave upon wave of rampant, corrupt ideas and false and futile beliefs, persevere with patience and endurance and guard the frontiers by obediently worshipping your Lord, and guard the frontiers by obediently worshipping your Lord, and fear Him, and keep your duty to Allah in order that you may be successful. Gather together upon the word of truth, and do not exchange it for anything else. Do not dispute and do not fight with one another within Allah's religion, and do not split and do not divide yourselves within it, just as Allah the Most High, the Mighty and Majestic has commanded you in the saying where Allah the Most High says, and cling all of you together to the rope of Allah, and do not be divided and do not split and be divided. And Allah the Most High said, the meaning of which is, Allah prescribed for you the same religion which He ordained for Nuh alayhi salam, and that which we ordained for you, and for you, O Muhammad, that which we commanded Ibrahim and Musa and Isa, that you should establish the religion and do not split and do not divide within it. End of the ayah. Then the Shaykh continued by saying, indeed, splitting apart within Allah's religion is to let the religion down and to degrade the mu'minun, the believers, and is a cause of failure and removes one from strength and causes the enemies to be happy and to rejoice. O my brother Muslims, come together upon Allah's religion in aqidah, in your creed and your belief, in worship, in manners, in mutual dealings, in everything, as far as you are able. And whatever you differ about, then its judgment lies with Allah. If you dispute about anything, then refer it back to Allah and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam. If you truly believe in Allah and the last day, that is the best and produces the finest outcome. I do not say, be united upon a single view, because this is not possible. There will certainly be differences in views, but be together upon a single manhaj, upon a single way and a single methodology. None should separate and be aloof from the others, even if you differ in a viewpoint. So we see that the Sahaba, the companions, radiallahu anhum ajma'in, would have different opinions, but their manhaj, their methodology and their way was a single way, and the ummah was one ummah. The companions radiallahu anhum disagreed about one of the greatest of affairs, and that was when the Prophet sallallahu alaihi wasallam returned from the battle of Al-Ahzab, which was the battle of the confederated tribes, and Jibreel alayhi salam came to him sallallahu alaihi wasallam and ordered him to go out to attack the Jews at Banu Qurayza. The Jews, the farthest, and this was the farthest tribe from Al-Madina, and this was because they had broken their treaty. He ordered them to go out and attack Banu Qurayza, the Jews, and to fight them. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to them, let none of you pray the Salatul Asr, or the Asr prayer, the midday prayer, or the day, or the prayer in the middle of the day, except at Banu Qurayza. So they went out, and the time of Asr prayer came upon them. So they disagreed, should they pray the Salatul Asr in its time before reaching Banu Qurayza,
or should they delay the Asr from its time and leave it up until they reach Banu Qurayza? So some of them prayed within the time before reaching Banu Qurayza, and some of them delayed until they reached Banu Qurayza and prayed after the time. So this was a difference of opinion concerning the Salatul Asr, the Asr prayer, which is one of the most excellent of the prayers. Indeed, it is the most excellent prayer in the day. But the Prophet ﷺ did not reprimand any of them, because this occurred through ijtihad, through deduction, such that whoever is correct in that, he receives two rewards, and whoever is mistaken in it, he receives one reward. So, oh my brothers, my brother Muslims, especially in the lands of unbelief, come together upon Allah's religion. Do not give Allah's enemies the chance to rejoice because of you. Do not make men into figureheads, allying yourself to whoever is their ally, being an enemy of anyone who is anyone they are enemies to. This is pure error, because men are sometimes correct and men are sometimes wrong. Rather, take as your objective the truth, accept it from everyone who says it, and reject falsehood from everyone who speaks with it. Do you not see that the Prophet ﷺ placed Abu Huraira radiallahu anhu in charge of guarding the Sadaqatul Fitr? And one night someone came in the form of a man and began taking from the food that was given in the Sadaqah in the month of Ramadan. So Abu Huraira caught him, so that the people claimed that he was so that individual, Abu Huraira, caught him. And this individual, he said that he was needy, so Abu Huraira let him go. Then in the morning, Abu Huraira went to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to him, "What did your prisoner do last night?" So he, Abu Huraira radiallahu anhu, replied, "Ya Rasulullah, O Messenger of Allah, he claimed that he was needy and that he had dependence." So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "He has lied to you and he will return." So Abu Huraira said, "So I knew that he would return because of the saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he will return." So Abu Huraira, he looked out for him on the second night, and he came and started eating from the food, and he claimed that he was needy and had dependence. So Abu Huraira let him go, since the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he had said, "And he will return," did not say, "And do not release him." Because the Prophet sallallahu alaihi wasallam had just mentioned the words that he would return, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not say, "Do not release him." So in the morning, he went to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and he said, "What did your prisoner do last night?" So he replied, "He claimed that he was needy and had dependence, so I released him." So he said, "He has lied to you, and he will return." So when he came back on the third night and claimed that he was needy and had dependence, then Abu Huraira said to him, "I will not release you up until I take you to Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam." So this person said to him, "Shall I not indicate to you an ayah from the book of Allah, which is such that if you were to recite it during the night, then Allah will provide the one who did that will continue guarding you, and no devil, no shaitan will approach you till the morning." Then this individual mentioned to Abu Huraira the ayat al-Kursi. So in the morning, Abu Huraira informed the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam what had happened. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to him, "This individual, he has spoken the truth to you, and he is a great liar." So the Prophet sallallahu alaihi wasallam confirmed this truth from this man, or from this individual, that whoever recites Ayatul Kursi, the 255th ayah of Surah Al-Baqarah, at night will be given a guard by Allah, who continually guards him, and no devil will approach him up until the morning, even though this was said by a devil. So when the mushrikun used to do evil and foul actions, they would say, "We found our forefathers doing this, and Allah has commanded us with it." So Allah subhanahu wa ta'ala said in the ayah, the meaning of which is, Allah does not command evil acts. End of the ayah. And the shaykh continued by saying, "And he did not say anything about their saying, 'We found our forefathers doing it,' because that was true, and he confirmed it." So when a Jewish rabbi, a Jewish scholar, came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and said, "Oh Muhammad, we find it written that Allah will place all the heavens upon one of his fingers, and that all of the earth upon one finger," to the end of the hadith. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam laughed in confirmation of the saying of the rabbi. Then he recited the ayah where Allah subhanahu wa ta'ala said, to meaning of which is, "And they have not given Allah the respect that he is due, and the whole of the earth will be in his grasp, and on the day of resurrection, and all of the heavens will be rolled up into his right hand." So he accepted the truth even from the Jew sallallahu alaihi wasallam.
So, oh my brothers, we do not have the right not to mention, it's not being an obligation to set up figureheads and to ally ourselves with those who ally themselves with them, and to be enemies of whoever is an enemy of theirs, even when the enemy is upon what is right. So this is a manifest. So this manifestation, which is to be found in the youth today, is an evil manifestation. It is obligatory that we put an end to it, and that the leader of all who becomes the truth, of all becomes the truth, whoever it comes from, and that falsehood is rejected by all, whoever it emanates from. So, O my brothers, O youth, O Shabab, I call you first of all to the correction of your condition, through having taqwa of Allah, having fear of Allah, having consciousness of Allah, the mighty and majestic, and to being constant upon obedience to Him, being far removed from acts of disobedience to Him, and to having the finest character and the best of manners, and being cheerful and being smiling, and being from one who pardons and forgives others and does good to others, and the rest of the praiseworthy characteristics. Then I invite you all to the creation of the creation to the truth. I invite you all to the creation to the truth, but in the manner that is best, by convincing them, by giving them the textual proofs, and by the intellectual proofs, following the textual proofs. So the textual proofs are the speech of Allah, and the speech of His Messenger alayhi salatu wassalam, and the speech of the companions radiallahu anhum. As Ibn Qayyim rahimahullah said in An-Nuniyah, that knowledge, al-ilm, is what Allah said, what the Messenger said, and what the companions, the people of understanding, said. Knowledge is not that which you foolishly raise up differences of opinion with, bringing the saying of so-and-so in opposition to the saying of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam. And also by the means of the intellectual proofs, which are convincing. Since one who does not believe in the sayings in the book, the sunnah and the companions, it is possible that he will believe the intellectual proofs and then enter into the religion of al-Islam being convinced by it. Also I invite you, O my brothers, call us to Allah, that you do not enter into any affair which is such that you do not know how you will be able to come out of that affair. Allah. Since this will cause failure for you, and it will degrade what you are calling to, only enter into that which you know how to come out of, until you are able to attain dominance over that field. And be very careful that the start of your call is not to abuse the religion and the belief of what others are upon, since this will necessarily repel them and cause them to move further away from the truth. Therefore Allah subhanahu wa ta'ala has said, the meaning of which is, and do not abuse those whom invoke others besides Allah. Do not abuse those whom they invoke. Do not abuse those whom they invoke besides Allah. So that then they abuse Allah in vengeance without knowledge. And the meaning of what Allah says, likewise we made the deeds of each nation seem pleasing to it. Then their return will be to their Lord, and He will inform them of their deeds that they used to do. Then the Shaykh continues by saying, likewise I invite you to have respect for those people who have the right that they should be respected, from those between you and whom there is an agreement from the land which you are living in, for those with whom you have an agreement. For the land in which you are living is such of protection that there is an agreement between you and them, meaning with the people of the land. If this were not the case, they would have killed you or expelled you. So preserve the agreement, i.e. this agreement between you and them, and do not prove treacherous to it, since being treacherous is a sign of the hypocrites, and it is not from the way of the believers. And know that it is authentically reported from the Prophet ﷺ that he said, whoever kills one who is under an agreement of protection will not smell the fragrance of paradise. And do not be fooled by the sayings of the foolish people, those who say, those people are unbelievers, so their wealth is lawful to us. For by Allah, this is a lie about Allah's religion, and a lie in the Islamic societies. So we may not say that it is lawful to be treacherous towards those whom we have an agreement with. O my brothers, O youth, O Shabab, O Muslims, be truthful in your buying and your selling, and your renting and your leasing, and in all the mutual transactions, because truthfulness is from the characteristics of the believers, and Allah the Most High has commanded the truthful
commanded truthfulness in the saying of Allah the Most High, where Allah says the meaning of which is, O you who believe, fear and keep your duty to Allah and be with the truthful. And the Shaykh continues by saying, and the people and the Prophet sallallahu alaihi wasallam encouraged truthfulness, and he said sallallahu alaihi wasallam, adhere to truthfulness, because truthfulness leads to goodness and goodness leads to paradise, and a person will continue to be truthful and to strive to be truthful up until it will be written down with Allah that he is a truthful person. And he warned against falsehood, and he sallallahu alaihi wasallam said, beware of falsehood, because falsehood leads to wickedness and wickedness leads to the fire. And a person will continue lying and lying and striving to lie up until it is written down with Allah that he is a great liar. The Shaykh continues, O my brother Muslims, O youth, be truthful in your sayings with your brothers and with those disbelievers with whom you live along with, so that by that you will be invited to the religion of Al-Islam by your actions and in reality. So how many people there are who first entered into Islam because of the behavior of the manners of the Muslims and their truthfulness and their being true in their dealings. So if you seek this, you will find it. O Muslim youth, do not be deceived by what you witness from the adornment of this world and by its allurements. Since Allah said to His Messenger sallallahu alaihi wasallam, the meaning of which is, and do not stretch your eyes to the worldly decorations or the worldly adornments which we have given to others in order for it to be a trial for them. And the provision of your Lord is better and longer lasting. And the Shaykh continued, and do not be led by the worldly life, for it just passes away. How quickly a person who gives precedence to it over the hereafter. Behave in a good manner, just as Allah has been good to you in how He has treated you, and do not leave your due share of this world, but do not give it precedence over the hereafter. O Muslim youth, establish the prayer in congregation as far as you are able, because a person's prayer in congregation is better than a person who prays alone by 27 times. And do not be lax about the congregational prayer, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam had the intention of burning down the houses of those who stayed away from the congregational prayer. O Allah, unless the person has a valid excuse, such as his being far away and his fearing that he will miss a lesson which he cannot attain except in that time, and the like of this. Lastly, I advise you to have taqwa of Allah, to have fear of Allah, the mighty and majestic, which covers the details of that which we have just mentioned. Allah the Most High has said, the meaning of which is, and we have ordained those who were given the book before you, and also that you should fear and keep your duty to Allah. And if you reject, then to Allah belongs everything in the heavens and everything upon the earth. And the Shaykh finished off by saying, I ask Allah for myself and for you, that He grants us firmness upon Allah's religion, that we die upon it, and that He raises us up amongst those whom He has blessed, the prophets, their true and truthful followers, the martyrs and the righteous. And that was the end of the words of the noble Shaykh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen, hafidhullah ta'ala. We will photocopy this transcript, or the translation of the transcript of 10 pages, and we will make it available for the brothers inshallah by tomorrow to the best of our ability. The questions which the Shaykh put forward were extremely important. Assalamu alaikum. Rahmatullah. And we'll finish and we'll answer those questions tomorrow, or the translated questions tomorrow. I ask my brother Abu Awais to come forward for the translation. Abu Awais. تفضل يا ابا ويس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده
عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قولا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه